عدت إليكم بعد غياب طويل، وحشتوني جدا 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 جدا، وأسف جدا على المدة اللي غبتها دي كلها. وخليني أقول لكم إني كنت في الجيش. والله أيام الله لا يعودها. سنة 2022 داست عليا كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا أصدقائي في حلقات كروية جميلة. وكروية لأني تقريبا غيرت المحتوى الكورة صراحة كده، عشان أنا بحب الكورة ودايما بتفرج على كورة، بحب أقرأ وأعرف كل ما هو جميل وغريب عن كرة القدم. فيا صديقي المحتوى هيكون ملم بكل ما تعرفه ولا تعرفه عن كرة القدم، وهيكون في تصنيفات، يعني افضل 10 اهداف، اقوى 7 لاعبين في التاريخ، اكبر 5 ملاعب في العالم وهكذا. وبما ان ده اول فيديو فلازم نعرف كيف بدات كرة القدم. وقبل ما نبدأ الفيديو تأكد انك مشترك في القناة ومفعل زر الجرس. خلونا نوصل الفيديو ل1000 لايك في البداية. حلوين حلوين، يلا بينا. أصل بداية كرة القدم كان من حوالي 3000 سنة في أمريكا الوسطى، والكرة وقتها كانت مصنوعة من المطاط، في روايات تاني بتقول من الصخر، وكانوا بيعتبروها رمز للشمس، وقائد الفريق الخسران كانوا بيضحوا بيه قدام الآلهة. ولكن الكرة اتلعبت بشكل جماعي أو معنى صح فريقين ضد بعض، كان في الصين في القرن الثاني والثالث قبل الميلاد، وكان اسمها سوشو أو سوجو، وكانت بتتلعب في المعسكرات الحربية كنوع من التدريب العسكري. والكرة وقتها كانت جلد ومحشية من الشعر والريش، والفريقين كانوا بيحاولوا يدخلوا الكرة في المرمى اللي هو كان عبارة عن مرمى مثبت بعدين خرزان. ويقال ان عرفوها اليابانيين في سنة 600 بعد الميلاد، ولعبوها باسم الكيماري، وكانت بتتلعب جوه البلاط الامبراطوري الياباني. واللعبة عندهم كانت عبارة عن كم واحد يقفوا على شكل دايرة ويباصوا الكرة لبعض من غير ما يستخدموا ايديهم او كتفهم، وكمان ما ينفعش الكرة تلمس الارض. ولغاية دلوقتي اليابانيين ما زالوا بيلعبوا اللعبة دي في الاحتفالات بتاعتهم. وبعد كده الرومان والاغريق لعبوا العاب بتعتمد على الكرة، ومنهم لعبة اطلقوا عليها اسم هاربستون، وكانت بتتلعب كتدريب عسكري، ويقال انهم هم اللي نقلوا اللعبة للبريطانيين. ولما لعبتها انجلترا استخدمت كرة مصنوعة من مثانة الحيوانات، واللعبة وقتها كانت بتتلعب بعنف شوية، ومش مهم عدد اللاعبين اللي هو ممكن 100 واحد يلعبوا مع بعض، واللي معاه الكورة كان بيبقى يوم اسود لانهم كانوا كلهم يجروا عليه يكسروه وياخدوا منه الكورة. ومن شدة عنف اللعبة في الوقت ده الملوك ابتدوا يحظروا او يمنعوا اي حد يلعب بالكورة، واتحطت قوانين من سنة 1307 لسنة 1327 بان اي حد هيلعب كورة تاني هيتسجن، لان مش بس اللعبه كان بيحصل فيها مشاكل، دي كانت بتبعدهم كمان عن الفروسيه. وفي سنه 1503 ظهرت لعبه الكوره في ايطاليا، وكان اسمها الكاليتشو، وللاسف كانوا بيلعبوها بعنف برضه. المهم ان العنف ده احيانا كان بيوصل لدرجه الموت. فجاء واحد في سنه 1580 اسمه جيوفاني وقال لهم بس انا هحط لكم قوانين في اللعبه دي، والقواعد دي كالاتي: الملعب هيكون طوله 80 متر وعرضه 40 متر، والفريق مكون من 27 لاعب، ومده الماتش 50 دقيقه، وتقدر تلعب بالايد والرجل والعصيان كمان، واللاعبين يقدروا يستخدموا اي مهارات قتاليه. تعملت ايه كده؟ انا هقول لك، هيبقى في 6 حكام عشان يفضوا اي اشتباك قوي بين اللاعبين في الماتش. دي مصارعه يا عم مش كوره. في سنه 1710 اللعبه انتشرت في مدارس انجلترا، وكان في دوري بسيط بين المدارس وبعضها. وفي سنه 1857 تم تاسيس اقدم نادي في كره القدم، هو نادي شيفيلد، والنادي ده ابتدى يحط قواعد وقوانين ثابته في اللعب. وفي ناس بتقول ان الاسكتلنديين هم اول ناس لعبوا كره قدم منظمه، وانهم دخلوا فكره التمريرات او الباص في اللعب. وفي سنه 1860 الكيميائي والمخترع الامريكي تشارلز جودي اخترع اول كره مطاط بتتنفخ هواء وفيها بل. وفي سنه 1863 تاسس اول اتحاد في كره القدم وهو الاتحاد الانجليزي، وتم منع استخدام الايد في اللعبه. عايز تلعب بايدك او تضرب برجلك روح العب لعبه الرجبي. وفي سنه 1867 تم وضع مبدا التسلل. وفي سنه 1872 تم تحديد حجم ومواصفات كره القدم. وخليني اقول لك ان باكستان اكتر بلد بيتم فيها صناعه كره القدم. وفي سنه 1878 ظهر اول حكم يستعمل صفاره في التحكيم. وفي سنه 1882 دخلت لعبه كره القدم مصر مع الاحتلال البريطاني، وكان جنود الانجليز بيلعبوا مع بعض وقت الراحه، وجا محمد افندي في بدايه التسعينات وكون اول فريق مصري وسماه التيم المصري، وبعد دعوه للانجليز انهم يكونوا فريق ويلعبوه في ميدان الرميله تحت القلعه. وقدر التيم المصري انه يفوز على الفريق الانجليزي بهدفين، هدف سجله محمد افندي، والهدف الثاني سجله احمد رفعت موظف في السكه الحديد، ودي كانت اول مباراه قوميه في تاريخ الكره المصريه. وفي سنه 1891 ظهرت ضربات الجزاء، وصحيح ضربات الجزاء بالطريقه دي كانت بتتلعب في الدوري الامريكي سابقا، يعني ما كانتش بتتلعب قبل ضربات الجزاء اللي بنشوفها دلوقتي زي ما بعض الناس معتقد. وفي سنه 1896 اتعمل اول دوره اولمبيه في اثينا باليونان. وفي سنه 1904 بعد الانتشار الواسع اللي عملته لعبه كره القدم اتعمل اول منظمه رسميه دوليه تهتم بشؤون اللعبه وهي الفيفا. وفي سنه 1927 اصبح ان الهدف اللي جاي من الركنيه مباشره يتحسب. وفي سنه 1929 تم تنظيم مباريات كاس العالم كل 4 سنوات زي الالعاب الاولمبيه كده. وفي سنه 1930 تم تنظيم اول بطوله لكاس
كأس العالم في أوروغواي، وفازت بالبطولة أوروغواي برضو. وفي سنة 1991 تم تنظيم بطولة كأس العالم النسائية في الصين، وفازت بالبطولة الولايات المتحدة الأمريكية. اتنقلت لعبة كرة القدم للعالم كله، وكل بلد بقى لها خططها وطريقتها في اللعب، وأسلوب اللعب بقى يتطور يوم بعد يوم لغاية وقتنا ده. وبقت كرة القدم هي أكتر رياضة معروفة في العالم، بقت سايبة جوانا ذكريات حلوة وأحيانا ذكريات محزنة. وبس يا سيدي، وبكده يكون انهينا الفيديو الجميل. حاولت على قد ما اقدر ان الخص تاريخ كرة القدم في اقل وقت ممكن، ودي البداية، وان شاء الله الفيديوهات الجاية هتكون اقوى من كده بكتير. شاركوني في التعليقات وقولوا لي اقتراحاتكم للفيديوهات الجاية، وعشان يوصلك كل جديد اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس، وصلي على الحبيب قلبك يطيب، والى لقاء قريب. Love the chase and the hunt, and I set the